تعال نروح على شيء ما غريب وبدأت الناس تتكلم عليه، وهو نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في المكس في اسكندرية عند شاطئ المكس. على طول علوم البحار يبدأوا يشكلوا لجنة لمعرفة الأسباب. يمكن حضراتكم شايفين قدامكم الصورة، مهم جدا إن احنا نعرف سبب هذا النفوق، إيه اللي حصل؟ أسماك نفقت، طفت على سطح المية، بدأت تترمي على الشواطئ بتاعة منطقة المكس في اسكندرية. معانا على التليفون دكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. أهلا بيك يا دكتور عمرو. أهلا وسهلا يا فندم. زي الصح، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل. إيه اللي حصل؟ هو حضرتك يعني في صور كتيرة نزلت. أيوه. مش الصور الحقيقيه للمكان. ماشي. يعني في مجموعه صور، يعني في حضرتك منطقه البحر حضرتك دي ميه مالحه، ما يبقاش فيها سمك بلطي طبعا، يعني ما ينفعش يعني تنزل اسماك بلطي، فدي حاجات مش صحيحه. ده كلام غير سليم. صحيح. حصل حضرتك ان في مركب صيد قامت بقى عمليه صيد جوه داخل الميناء، وطبعا المنطقه دي بتاعت الميناء طبعا بيبقى ما فيش فيها صيد، لكن هو في مركب صيد قامت دخلت وعملت قامت بعمليه صيد في الميناء، فكانت يعني جمع كميه رهيبه جدا من الاسماك، لان المنطقه دي اصلا بيبقى فيها تقاصر اسماك يعني بكثافه عاليه جدا، لان ما فيش فيها صيد. لان ما فيش فيها صيد طبعا. فطبعا هو جمع في المنطقه دي حوالي، طبعا الصيادين ما الفريق نزل هناك جمع حوالي 20 طن من الاسماك. كمية ضخمة. طبعا المركب مش قادرة تشيل الحمل دوت، وبعدين هنا تجميع السمك في الحواضع دوت ومفيش حركة ليه، فمعنى كده ان السمك حضرتك بيحصل، لازم هو السمك بيحصل عن طريق الخشيم، لازم بيجري ويحصل تبادل، المية بتمر فيحصل تبادل اكسجين، لكن لما يجمع الكمية الكبيرة دي ضخمة والمركب يجمعها بره ويوقف في المركب لغاية ما يجيب مركب ثانية عشان يشيل الكميه اللي مش قادر يشيلها، لان الاحمال عنده عاليه جدا، كميه كبيره جدا من السمك. ايوه. فهنا في الحاله دي الاسماك نتيجه هذا التكدس بيحصل لها نفوق. مفيش حركه ليها، مفيش اكسجين، عمليه نفوق، ففي اسماك كبيره جدا حصل لها نفوق منه. في نفس الوقت ان الشبكه بتاعته اتقطعت. ان حصل قطع في الشبكه بتاعته، ان هو ما قدرش يستوعب الكميه كلها، وجمع المراكب وابتدى يجمع الاسماك والمراكب حواليه الاسماك اللي هي ما قدرش يشيلها. فطبعا الاسماك المتبقيه اللي هي ما قدرش يشيلها او اللي هي حصل ان هي نفوق في الشباك نتيجه التكدس الرهيب ده حصل لها ترسيب، بعد يوم او يومين ابتدى دي تظهر على السطح وبتطلع مع الموج على الشط. هو دي القصه. الاسماك اللي حضرتك هي الموجوده هي اسماك طبعا بوري، اسماك الاسماك البحريه، ما فيهاش اي اسماك بلطي ولا اي حاجه من الكلام ده كله. طب لكن في صور ثانيه طبعا طلعت فيها صور كانت موجوده في نهر النيل، او صور حاجات نفوق اسماك كثيره كانت في نهر النيل فحطوها من ضمن الصور دي حضرتك. طب سؤال يا دكتور، اي مركب علشان تصطاد لازم بتاخد ترخيص الصيد بتاعها، البحريه اللي عليها بيبقوا مترخصين الى اخره، وعلشان ينزل يصطاد في منطقه ما لازم يكون مسموح. بما انه الصيد داخل الميناء غير مسموح، ده عدى ازاي؟ دي انا ما اعرفش. لا انا فاهم، يعني هل حصل بلاغ بقى في الحاله دي ولا لسه؟ هو جمع جزء من عند منطقه الميناء حضرتك في هذا التجمع، فيعني ده يعني دي لحضرتك المعلومات اللي حصلت والتصور اللي حصل. هل معروف المركب دي اسمها ايه او اصحابها او حاجه ولا؟ هي حضرتك مراكب الصيد حضرتك بتتحرك في كل مكان وبتقدر تعمل صيد، لكن منطقة الميناء هي منطقة بيحصل فيها تكاثر رهيب جدا من الأسماك، لأن مفيش صيد فيها. فلما تيجي مركب نتيجة بتخترق هذه المكان وبتقدر تاخد هتقدر تحصل على كميات كبيرة، أنا فاهم، لكن أنا بقصد إنه حضرتك لما ذكرت إنه في حوالي 20 طن تم اصطيادهم من الأسماك. هذا الحجم الرقم مش أكيد حضرتك تقريبا، يعني أنا بتكلم حضرتك هذا الحجم الرهيب، ان هو ما كانش قادر المركب بتاعته تحمله، وجات مراكب صيد حملت جزء منه عنده، وهذا الوضع تم حضرتك. ده رقم تقدير من دكتور عمرو بسبب الواقع اللي اتنقل لكم، ولا انه
عرفتوا ان هناك مركب ما معروفه بانها نزلت واصطادت، خصوصا انه حضرتك ذكرت موضوع الصيد تم قبل ظهور الاسماك على الشط بيومين. مفهوم. طيب مش عايز اسميها ملابسات يعني، مش بحقق، بس عايز افهم يعني انه مركبه قدرنا انها اصطادت تقريبا 20 طن وانها بدات تتصل بمراكب اخرى، ده معناها انه في شهود يعني، في حد شاف او حد صح ولا ايه، او حد رصد ده؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في نقطتين. اول نقطه ان نتيجه السيرفي اللي تم من الدكاتره في علوم البحار مفيش اي تلوث، عشان نوضح النقطه دي، عشان نجيب دي نقطه على نقطه ان مفيش حاجه اوفر تلوث حصل ادى لهذا الوضع، تمام. لكن لما تيجي السؤال مع مجموعه الصيادين هناك والتتبع الموضوع حصل ازاي والقصه ازاي، فدي الاحداث اللي جمعوها الفريق البحثي من الباحثين من المعهد من الصيادين نفسهم. حضرتك هذه المعلومه. هل انهي جهه اللي المفروض تتقدم ببلاغ ضد اللي حصل ده يا دكتور؟ عشان يحصل تحقيق، علشان نعرف المركب دي بتاعت مين، وعلشان نعرف دخلت ازاي تصطاد جوه المينا وخرجت ازاي. حضرتك هو لان في ثانيه واحده بس، حضرتك المينا مش المينا الصغير بتاع مينا اسكندريه، هي المنطقه ما بين مينا اسكندريه ومينا الدخيله، هي تعتبر حاليا هيعملوها كمينا واحده. أيوة. مينا موحده، عشان بس نوضح نقطه، في مينا الصغير اللي هو مينا اسكندريه المعروف، وفي مينا الدخيله، في المنطقه اللي ما بينهم اللي هي دلوقتي حاليا بتضم ان هي تعتبر ميناء موحد. مفهوم. المنطقه اللي ما بينهم دي هي اللي قدام منطقه المجد اللي فيها حصل هذا الموضوع. طيب هرجع تاني يعني لنقطه، مش داخل يعني عشان اوضح لك، مش جوه الميناء. فهمت. في نقطتين، في ميناء اسكندريه وفي ميناء الدخيله، في المنطقه اللي ما بين دي ما بينهم دي ما بينها بين اسكندريه وبين الدخيله، هي المنطقه بتاعت المكس. ايه الجهه المنوط بيها انها تتقدم ببلاغ لاجل التحقيق؟ يعني لازم يحصل تحقيق، لانه في النهايه إن المركب اللي عملت عمليه الصيد الجائر دي لو صح التعبير هي حرمت ناس كتير جدا من هذا التكاثر السمكي اللي كان ممكن يبقى رزق في الموسم القادم او حتى في الموسم الحالي. يعني اي الجهات المنوط بها التقدم ببلاغ للتحقيق؟ هو جهاز حمايه البحيرات، حضرتك جهاز حمايه البحيرات والتنميه الثروه السمكيه هو الجهاز المنوط بالمصايد على مستوى جمهوريه مصر العربيه والبحيرات المصريه، فالمفروض هو اللي يتقدم بهذا البلاغ لاجل التحقيق. هو حضرتك اللي بيتابع هذا وبياخد اجراء مع هذا الوضع. تمام. انا بشكرك جدا يا دكتور عمرو. جمعيه الصيادين حضرتك. اشكرك يا دكتور، وارهقت حضرتك بالاسئله. كل الشكر للدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.